Hello, we are live. مرحبا بكم. بدينا قبل الوقت شويه خاطر حضرنا على بكري. نغزر روحي في الكاميرا بالرسم نضحك. هلو. نسوي كاسك لاخر طاح شارج جبيعه دوك نبدلو شوي. به عزلي من اسكل كالعادة نعمل تعريف سريع على السيري سيري وجهني الحلقتين تاع اليوم. صباح حكينا على غيور ميتين وتو باش نحكيو على الإسات مطلوبة برشا برشا فيكم طلبوها إن شاء الله تكونوا نومبرو كيما نقولوا. السيري هذايا شنو نعمل فيها نحبوا نحاولوا الماكسيموم نجاوبوكم على أسئلتكم على الجامعات اللي هكا تحبوا عليهم ونحاولوا نوجهوكم في الأورينتاسيون تاع بعد الباك وإن شاء الله تلقاو المعلومات اللي حاجتكم بها الكل. دونك نخلي توا معانا اليوم هديل نخليك تعرف على روحك تقول لهم شنو قريت شنو تعمل توا باش ياخذوا فكرة على الجيست. Bonjour, Aslam Anisilkol, Hedil Rompan, étudiant en première année cycle d'ingénieur en informatique Félicette. Bonjour, année bac sciences 2018, Krit, lycée pilote Gebes, où j'ai eu mon bac 15,5 de moyen. Où m'chite lycée, mon choix de génie pour l'orientation ou lycée. الحقيقة ما كنتش نعرفها جملة ما قبل الباك ما كانت ليش أوبجيكتيف ولا حاجة أما بالأورينتاسيون بالغشيرش في البريود دي كانت على الأورينتاسيون اكتشفت ليسات وحطيتها وجتني هي بون ملي حطيتها عرفتها باش تجيني هي حطيتها شوية رابعة ريتك اللي في تبدا تعمر فما واحدة كتحس هذيك باز باش تجي معنا حطيت الاخرين بعد شوي وكل اما متاكده اللي باش نحطها الرابعه هي اللي باش تجيني معناها وقتها شنو حطيت ام كيوريوس شنو حطيت ليش بون كيما الماجوريتي نتاع الناس اللي تقرا بالسيونس نحب ميسي ميسيرش ولا تونس كامله باش تولي طب ابارامون وي دونك الاولى ميسيل حاصل اما الحقيقه ما بقتليش في مخي برشا مش كيما جبتش دونك لازمني كان ميديسين وديريكتلي وكل شيء لا شدت كتب التوجيه ولا شنو نجم نعمل شنو ما لي زوتر شوا الموجودين بون الشوا نتاع البريبا موجود معناها ديما اون بيغ دو كا نجم نحط بريبا نجم نخلط لي بريبا الكل اما قلت خلينا نشوف فما حاجه اخرى ابار الميديسين والبريبا دونك وقتها شفت الانسات والليساء اوكي دونك هكاك باش عرفتها اي البريبا انتيغري والانسات الحقيقه وقتها سكورها طالع برشا معناها ما باز ما نخلطش على النساء دونك اكتشفت الليسات نحس فيها نفس السيستيم نتاع الانسات وكل شيء دونك خلينا نمشي فيها هي ما لقيتش برشا عباد سألت بالحق وقت اللي مشيت مانيش فريمون نعرفها الحكاية أما بون مشيت شوية اخترتها ان توكا انفورماتيك وبريبا وكل شيء مش باش تكون حاجة معناها خايبة خلينا نمشي وديما في مخي إنه فما غيو فما برشا حاجات نجم نعملهم كنا مثلا ما عجبتنيش القراية ولا حاجة دونك حطيت بريبا انتيغري في الليسات وقتها الامبيغويتي ما بينها هي ليسات سوسة وليزي فما ايزي اريانا وقتها حتى هي فيها فازة هيك يقلو 3 ans ليسانس وفما نمبر كبير يتعدو سيكل دانجينيور اما بقيت بيناتهم الزوز بعد اخترت خاطر ليسات خارج انجينيور بعد 5 سنين وليزي وقتها تقرا ليسانس و 3 ans دونك 6 سنين دونك قلت الطريق الاقصر خلينا نمشي ليسات وكها اوكي دونك حتى عبدكم اخا كان ما خلطتوش على هذا عندكم لوبسيون تكون تعمل ليسونس بعد انجينيري فيزابل على الاخر حكينا فيها برشا عباد يعملوها برشا فما ليسونس ان انفورماتيك باهي معناها ويخلطوا بها بعد اللي كاس في الانجينيور دونك هذه الاكسبيريونس تاع هذه يا جماعه باش هكا تاخذوا فكره معناتها ريت لو فيت انك هذايا عجبتني قلت بوان ياسر مهم يا جماعه شوفوا اقراوا شوفوا شنو عندكم كم ديزوبسيون خاطر ساعات ما تمشيش كان بلي تسمعوا خاطر فهم برشا حاجات ممكن ما سمعتش بها
ما تعرفش ليهم موجودين، بعد ستانتيغيز كي تقراهم في كتاب التوجيه. دونك اغزروا كل شيء، اقراوا اسالوا باش تعملوا ان بون شوا في الليست بتاعكم، عندكم 10 اختاروا بالباهي. دونك نبداو نحكيو على الفاك شويه. اول حاجه ديما نحكيو فيها هي الجامعه كيفاه بون انستيتيو لا ايكو شبي استنى دي ايسات انستيتيو انستيتيو شنو النمبر تاع العوام؟ بون انت ديجا قلت 5 سنين، اما اوكي نمبر العوام سي كوا لو سيستيم تاع هكا لي كريدي وكيفاش تدوب كان بلي كريدي بون سا دي بون كيفاش معناتها لي كور نتاعكم كيفاش يعملوا الجريدينغ معناتها النوتات كيفاش سيستيم الدوبيل وكيفاش تدوبكم الكونترول والحاجات هذيك وزاد هكا شنو هي اكبر لكن تحب تعطيهم فكرة على شنو هي قراءة وسورتو العام الأولاني ولا حاجة أنت شنو هي قريت فيها سوري؟ خلنا نحكي لكم على السيستم اون جينيرال الباركور ومن بعد تلقى تو نرجع كي نفهم عام باش نحكي على لي ماتيير وكل. بهم دو زون دو بريباراتوار انتيغري في الأول الناس الكل ندخلوا نقلوا عامين بريبا وبعد العامين هذوكم سولون سكور معناها اللي تحسب بالموين نتاع العام الأول والعام الثاني فما غون معناها 80% الاولانيين من البروموسيون يتعداو سيكل دانجينيور وال 20% الاخرانيين معناها يتعداو ثوازيام اني ليسونس يكملوا معناها كانهم قراو ليسونس هذايا السيستيم اون جينيرال ب 80% اللي يتعداو سيكل دانجينيور اون انفورماتيك في الاول اللي تسمى الناس الكل نقرو كيف كيف في الاول بروميير اني سيكل دانجينيور تران كوما كلكو سوا سبيسياليتي اللي باش تختارها بعد البروميير اني انجينيوري تران كوما في دوزيام اني فما شوا دو سبيسياليتي احنا في الليسات عندنا دو شوا سوا انفورماتيك اندستريال سوا جيني لوجيستيك دونك في دوزيام اني كيف كيف سلون سكور يتحسب بالموين نتاع البروميير اني سيكل دانجينيور وكلكو ماتيير حاصلو يتحسب لك سكور وبشوف باش تتعدى اسكو جيني لوجيستيك ولا انفورماتيك اندستريال و ثوازيام اني كهو عادي معناها كيما لي سيكل دانجينيور الكل سيمستر الاولى قرايه عاديه والسيمستر الثاني بي اف معناها ستاج وكل هذه الباركور ان جينيرال باهي جوست باش نرجع شويه على جماعه اللي ما تعدوش سيكل دانجينيور يلقوا روحهم في شوا ما بين دو ليسونس فما لي ليسونس لي ان انفورماتيك لي موجودين في ليسات فما ليسونس ان سيونس انفورماتيك ولا ليسونس ان انفورماتيك اندستريال دونك يختاروا ويمشوا ديريكت يعملوا البي اف ام تاعهم كوم سي 3ايم اني ليسونس باه هذا الباساج معناها نتاع 5 سنين في ليسات سينو لي ماتيير بالنسبه للعام الاول بريبا بالحق اكثر عام يشبه للبريبا هو البروميير اني بريبا ديجا برشا دي ماتيير كيف كيف عندي صاحبتي وقتها هي تقرا بريبا عاديه وانا بريبا انتغري حتى كي نعمل كومباريزون لي ماتيير وكل برشا حاجات كيف كيف مات فيزيك انفورماتيك يمكن الانفو هيك ديفيرون شويه اما بالنسبه للمات والفيزيك برشا حاجات كيف كيف هذا البروميير اني بريبا فما اناليز الجبر فيزيك الكتروستاتيك الكتروسينيتيك الكترومغنيتيزم حاصلو برشا جو برشا جو انفورماتيك الحقيقه ما تبدلش برشا الجماعات الباك خاطر برشا كلياب مثلا باك سيونس ولا باك مات يخاف يقول باش نمشي نقرا انفورماتيك او هو نفس نتاع الباك باش يتعاود بالضبط معناها باش يعاود بقولكم الجوريثميك معناها نتاع الباك وشويه نقرو لونغاج دو بروغراماسيون نقرو لونغاج سي اللي هي حاجة باهية معناها كبروميير اني تبدا من وقتها تدخل في دي لونغاج باهيين كيما سي وكل بوان فوغ على الاخر في تحسب لك سينو فما كلك يونيتي ترانسفيرسال فرونسي على انجلي على كولتور دونتربريز هكا دي ماتيير هكا نتاع سورس دو نوت يسا هذا البروميير اني بريبا دوزيام بريبا تدخل اكثر تحس روحك وقتها مشيت بريبا انتيغري ولهنا تجي ديفيرونس يبدا برشا انفورماتيك برشا انفورماتيك وما عادش فيزيك المات ما بتبيع المات ما يبقى يتبع فيك حياتك كامله اما الفيزيك باش يتنحى دونك وتبدا تدخل اكثر في الانفورماتيك شوي باز دوني كونسيبسيون بروغراماسيون اورينتي اوبجي برشا هكا دي كونسيبت تحفونين على الاخر معناها في الانفورماتيك هذا في الدوزيام بريبا
اما اسهل معناها دوزيام بريبا ريت جمعت البريبا العاديه باش تلقاني نعمل ديما كومباريزون ما بين البريبا العاديه والبريبا انتيغري اما هكا خاطر العباد تخمم ريت في الدوزيام اني بريبا معناها البريبا العاديه باش تبدا البريسيون تاع الكونكور وكل بالنسبه للبريبا العاديه في البريبا انتيغري باش تبدا تفرهد شويه وباش تبدا تقرب للانفورماتيك وتحس روحك انجينيور معناها نقرا في دي ماتيغ نتاع انفورماتيك صحاح. عندي سؤال، ما العباد ما تستريسيش شوية على فاستك 80% و 20% زادا؟ بون موجود هو ستريس، أما مش هاك ستريس نتاع خاطر تحس روحك معناها على طول على كل إكزامان ولا كل ديس تعديه بري أون كونسيديراسيون معناها سسبونسيون تاع برشا حاجات، مش في لحظة باش تعدي إكزامان في كونديسيون إكزامان هي اللي باش تحكم، مش مشكل حتى كان الإكزامان هذايا ما كانش به برشا تو يجي بعد ونصلح وكل، مش بريسيون في لحظة معينة في كونكور. سينو ما فهمش كل بريسيون الكبيرة الحقيقة اللي شفتها أنا، وسيرتو كي تنجح بالباهي في البروميير بريبا، نقولوا اللي يجيب 11 12 في البروميير بريبا. جاو به كونسيديري كوم تعدى معناها سيكل دانجينيور، حتى في الدوزيام بريبا حتى كان جبت 10 او برا حسب ما تعدوا لي بروميسيون اللي قبل تعدى معناها جاو به. فهمت. اسكو سي لو ميم سيستيم؟ اسكو تعرف اسكو نفس السيستيم انتوما والإنسات ولا لا؟ الإنسات مش نفس السيستيم في الإنسات لي سبيسياليتي اللي نحكي لك عليها احنا في الدوزيام انا سيكل دانجينيور نحدو سبيسياليتي نتاعنا. في الانسات من بعد العام الاول من بروميير اني بريبا ديجا كي يتقسموا في دوزيام اني بريبا يتقسموا سولون دي سبيسياليتي معناها العام الاول هذاك. ها اسكو خاطر عندهم اكثر سبيسياليتي زعما ولا جوست كي؟ والله ما نعرفش الريزون بالضبط اما هذاك هو السيستيم ديجا في مخي انا نحسب الإنسات والليسات كيف كيف وظهرت بالحق هذه بوان مهمة على الأخر وديفيرونس كبيرة مع خاطر في الإنسات من البروميير أني ديجا باش تعرف أنت انجينيور أون كوا باش تطلع أور في الليسات معناها تقرا البروميير ودوزيام والبروميير أني سيكل ومن بعد هانا سبيسياليتي في الأخر وكها. أوكي بيج ديفرنس ديفيرونس كبيرة ان فيت هكا برشا من جماعة الإنسات كي تقلقهم هو العام الأول صعيب معناها لازمك أول عام في الفاكولتي ولازمك الانتيغراسيون ماهيش ساهلة والقراية صعيبة وزيد العام هذاك اللي باش يحدد لك معناها السبيسياليتي برشا كضرهم معناها خاطر هي الجوريتم في العام الثاني والعام الثالث هما تحدد الشوا نتاعهم من العام الأول. من العام الأول ديفيرونس كبيرة. Make sense على الاخر. دونك حكينا على فاست الكريديات وكل شيء. نجح في الليسات سي سامبل معناها تجيب العشرة نتاعك تنجح بالعشرة تنجح ما فماش دي كريدي ودي نوت اليمناتوار وكل شيء. فما سيسيون دو راتراباج كو سوسوا في البريبا ولا في السيكل دانجينيور معناها ديما عندك شانس نتاع الرتراباج. هذا هو السيستم. سينو في بالنسبه للبريبا فما فازه حتى في البريبا العاديه موجوده انك ما تنجمش تدوبل اكثر من عام معناتها تنجم دوبل عام برك. اوكي اسكو نفس الفازه؟ نفس الفازه اي حتى في البريبا انت ها شو يصير كنقولوا دوبل مرتي تنجم تمشي ليسانس ولا حاجه معناها المهم ما تنجمش تعاود تقرا بريبا تنجم تمشي دوزيام اني ليسونس ولا حاجه. اوكي سينو حاجه اخرى في السيستم سي تا كنت كنت باش تقولها زينات كي تذكرها قولها ديريكت صباح لك تو كنت نذكرها مش مشكله صباح لك قصيت عليك. فاست السيستم دو راتراباج في اخر واحده بركه في اخر العام ولا كل سيمستر؟ واحده بركه في اخر العام وقت يتعاودوا معناها اللي ما لي ماتيير الكل نتاع البروميير سيمستر ودوزيام سيمستر كلهم لي زيكزامان هكا انت شنو تحب تعاود تحب تعاود نتاع البروميير سيمستر ولا نتاع دوزيام سيمستر ولا زوز انت شنو يساعدك معناها وشنو مطيح وكل وتجيب بعتيليك فما ساعات يتيح النوت كيفاش يقولوا الاسعاف نتاع فما ساعات ينجحوا 89 9 90 اما 10 تنجح في الاخر مع ساعات تكسحوا كل ما يجيب 10 تنجح.
انتي وشنو يخطر لهم في الاخر معناتها. اي صحيح، ساعات ساعات بروموسيون قويه ماذا بيهم هكا يعملوا اليمناسيون، ساعات مثلا لي كونديسيون اللي صاروا مثلا تاع الكورونا كي يتعاطفوا شويه، فمع عوام صارت هكا دي بروبليم نتاع نقابه نتاع اسيف هكا انت ولي سيتياسيون. ما دام كنت تحكي في الموضوع هذا امور اداره والسيستم تاع الفاك حطيت اجواء فيها سافان مديريات وكل شيء هي تسمى parmi les points. لازم نحكي معناها. يصير تقول الحقيقة، نحبهم يحضروا الروح. لا لا عادي نقول الحقيقة. باهي هي parmi les points faibles شوية في كيسات هي الإدارة نتاعها. هي كما الماجوريتي نتاع الإدارات التونسية معناها مانيش مشكل حاجة الإكسيبسيونيل بالنسبة لينا. بون امور بروفيت امور واحد سافا معناها، اما جست كي الاداره ساعات تمسط شويه تعكس شويه تجي عكسك معناها. شنو الفات اش تقصد كي عكسك كيما فازت هذوما نتاع فما اسكو فما ديما كي ستيل ترابيت وحاجات هذوك معناتها يستيروكم ياسر بشكل من يتصلكم على حياتكم ولا نو؟ بون هذوكم غولاتيف بالاساس الاداره ما عندهاش حتى دخل، اما فما قاعد في الـ في الـ في الفاك هكا تبين معناها نقابه معينه الحال. اما مثلا اداره ساعات فما ادارات كي تلقى مثلا تلقى تلامذة أكتيف ويحبوا يبدلوا كل دسهم القدام معناها هني معاكم يلا خل نعملوا ليفينمون إكس خل نعملوا هاك الحاجة إكس يلا معناها إدارتنا ساعات با فغيمون معناها. باغ كونتخ ديما تلقى هاك البروفيت ولا حاجة هاك اللي ميسالش هايا ما يهمكمش فيها الإدارة هانا احنا كبروفيت معاكم وكل تقلق شويه ساعات تبدا انت كاستوديون تقول توا شو يهمني فيهم انا كاستوديون نعمل لهم في ليفينمون هذايا وكل علاش؟ عصاب العزله. فهمتك دونك الجو في الفاك في اسوسياتيف وكل فما حقيقه فما امبيونس محلاها معناها للجو هذاك فما برشا دي كلوب فما ليزيفينمون بون سنين الأخرى العام الأخر ما تحسبوهاش هذاك ما هوش كونسيديري ولا سينو فما أمبيونس تحفونا معناها متاع طلبة. أوكي باهي نحكي توا مالا بون خلينا نشوف الأسئلة كان في ماشي حاجة عندها علاقة بالموضوع هذا. سافا تو باش نتعداو فما برشا اسئله قلتهم يا جماعه باش نتعداو لهم تو امور باش نحكيو على learning experience حكينا على الاداريات وعلى الفاك اللي حطيتها وكل شيء امور كلاسات انت كيفاش تتعلم بروفيت انت بون هاك قلت بروفيت باهينه ما كنت حاب تدخل اكثر في الديتاي والكلاسز كيفاش هاك الريتم كيما ديما واحد يقول لك بريبا كاس كومين ريت وكل شيء وبعد كيفاه بعد ما تكمل لي دوزون بريبا وعندك شي هكا ثلاثه ولا زوج ستيبس نتاع كيفاش ينجم عبد يكسري في الفتره هذيك وينجح. بالنسبة للكلاسات وكل سيستم إيكول معناها باش تحس روحك كأنك في الليسي كلاس فيها 25-26 كرا صابورة وبروفي قلي وعادي معناها فما كور وفما تيدي معناها دي سيغي وكل شيء هذاك الكل ما تبدلش كيف البريبا العادية هذا بالنسبة للسيستم سينو نمبر دور فما قراية كمان معناها تاع 6 سوايع 7 سوايع كل يوم ريتم قوي شوية البريميير اني بريبا هذايا نحكي بالنسبه للريتم نتاع القرايه خلينا نحكي على الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي ومنها هي تو برشا حاجات تتفهم انا كيفاش بديت نقرا جايه سبري باك سيونس ولسي بيلوت لازمني يكون اجور لازمني هكا معناها نمشي كيما خدمت في الباك لازمني نخدم في الفاك بديت هكاك هاني نخدم ماشي في بالي سافا وجوي باهي وكي عادنا لي دي اس لاولانيين
سافا ما طحتش برشا سافا نوتيت باهيين معناها دونك فرحت قلت هذاك هو الريتم وكل شيء كملت هكاك ما راني الا في الاكزامانات كلي شوت معناها شوت ليبر على الاخر كل اكزامان نخرج يا ربي شنو هذا راني ما خدمت حتى شيء انا نسال العبيد حتى هما يقولوا لي ما خدمت حتى شيء انا مش عارفه اسكو بالصفه اللي ما عملت فيها حتى شيء انا ولا حاجه اخرى ودونك كي جو نوتيت وقلت اكدت لي انا ما خدمت حتى شيء دونك قلت لهنا لازمني نبدل الريتم راهو سيستم لي سي بيلوت هذايا وباك سيونس راه ما عادش ينفعك لهنا في البريبا ولازمك تبدل الريتم يهديل تفيق على وضعك اش معناتها تبدل الريتم قديه؟ تبدل الريتم ولا تبدل الميثود خاطر هي ماهيش حكايه كونتيتي فوالا اكتشفت اني ماهيش حكايه كونتيتي معناها كنت نخدم كوانتيتي اوفر كواليتي قلت لا ماهيش كونتيتي خاطر بالحق في الليسي كنا باكثر سيري تخدمها باكثر حاجه باكثر اكزرسيس تيب نتاع اكزرسيس تشوفه اما بعد هذيك كي بدلت الريتم وليت نحب نفهم الحقيقه نشد الشابيتر كور فيزيك ولا كور مات خل نشدو معناها نبقى فيه جمعة كاملة كور أما خليني نفهم وليت نتفرج برشا على اليوتيوب ذي الميثود خذيتها من عند بينومتي وقتها كنت ياسر أي نوسيون أي حاجة تشد فيديو في اليوتيوب تبقى تفهم معناها وموجود الحقيقة خاطرهم حاجات مات وفيزيك في فرنسا يقروها في أمريكا يقروها جوست انت هانك تفهم وكها دونك وديت هكا كل نوسيون كل حاجة نتفرج على دي فيديو نفهم بالكدا وكانت الحقيقة يسر إفيكاس الميثود معناها ولا الكواليتي هي الكل نفهم النوسيون كيلكو سوا ليكزيرسيس اللي يجيبهولي باللي خرب معناها سافا راوي به نجم نخدم فيه معناها قادر تفهم الباهي ما عادش تخدم على اساس ليزيكزيرسيس تيب ولي تفهم النوسيون دو فاسون نو ماتر وات ذا تايب اوف اكسرسايز تو لي تو بو ريبوند الحمد لله فقت بها فازا ذاتس جود ولا الحمد لله ريت شنو هي الحاجه اللي زدت غلطتني في روحي انه في قلت لك في الدياسات الاولين سافا وهي الحقيقه في الليسات مش عارفه كان في الفاكولتي الكل هكا ولا اما في الليسات لديس يجيبون تيبيك شوي يشبهوا برشا للتي دي معناها تل فاسون كي خدمت للتي دي بالكدي كي ديس جبت نوتات باهين قلت دونك سافا معناها اخدم التي دي تجيب نوتات اور هي في الاكزاماتك في الاكزامات تكتشف سي با سا جمله انا في الاكزامات في الاكزامات وين الاكسبتيت اللي خدمتها في التي تي جيبه لي اوكي المهم الحاجه دي انك فقت بها وعرفت كيفاش ويعطيك الصحه اللي قلت للناس كل من تو باش يعرفوا من الاول ابدا حاول افهم النوسيون عادي وقت باش تفهم النوسيون قبل ما تبدا على بعض وتفهم بالسريه حاول افهم على الحاجه بالباهي لا اكزاكتومون سي با ان كوانتيتي نتاع يمكن زاد لي دي بوان من لي ديفيرونس معناها في بارابور ما تسحقش تخدم برشا دي زيكزرسيس في النساء ما فهمش اصلا دي سيري كلي فريمون معناها كل شابيتر تخدم السيري نتاعو كان طارت اكزامان قديم وكا هاو معناها ماهيش كوانتيتي جمله دونك هو الواحد يحاول يلم كل ما الكواليتي اوفر كوانتيتي فور شور معناتها هذيا سي بالطبيعه هكاك اضمن الكاليتي من بعد هذيك الكوانتيتي انت ووقتك انت وبرشا حاجات اخرين معناها وي عندك شي تيبس اخرين ولا هذه اهم حاجه؟ باهي هذيا التيبس اللي اكتشفتها في بريبا معناها وخدمت بها خدمت بها في الدوزيام بريبا وكل اما الحاجه الاخرى باهي في البروميير بريبا كنت الحقيقه مخصصه برشا وقت للقرايه ما كانوش عندي برشا حاجات اخرى دونك معناها الكواليتي والوقت حتى ما عرفش ما نخسرش روحي برشا في بيريود اكزامانات وكل اما ابارتيغ من الدوزيام بريبا ولا عندي برشا ديزاكتيفيتي اخرين دي كلوب وكل دونك وليت مانيش ياسر ديسبونيبل معناها باش نكون ديما اجور في القرايه عندي حاجة أخرى في حياتي دونك وليت اكتشفت إنه ميسالش حتى كان الضايع ما تكونش أجور برشا أما في البيريود ديكزامان هما ديجا يعطونا بيريود دي ريفيزيون قبل دي اس او قبل ديكزامان هذيك البيريود كلها مع بعضها باش تكون شهر ولا حاجة بالحق ما تعرف كنت تقرا فيها ميسالش أعمل اللي تحب عليه في البيريود الأخرين أما هاك الشهر هذاك ضحي فيه على الآخر أقرب برشا بالنسبة لي زيك زمان وتوصل على آخر الميثود هذيك
معناها البيريود ديكزاما اعطيها حقها اقرا فيها على الاخر باش اون كونتر بارتي تعمل برشا حاجات اخرى في سير الايامات نتاع القرايه ما تكونش ما تتصورش زاد واحد ينجم نعرفش انا باش نسالك على امور وقتكم اسكو سي فيزابل واحد جوغ مثلا في وسط الجماعه اكتيف وكل باش يخصص نهار في اخر الجمعه يحاول اللي يعمل ريكاب واللي يقرا في وسط الجمعه ديك يعمل شي لي ريزومي وحاجه هكاك مره في الجمعه مينيموم ولا ما تخلطش مستحيل بون هي راه كي نقول انك باش تعمل حاجات اخرى في حياتك مش معناها ما تقرا الجمله خاطر كمان معناها على الاقل نضمنوا انك تدخل لي كور نتاعك الكل انك متطبع. تدخل لي الكور بطبيعه ما فات ما تدخل كان متبع تكتشف انك وقت اللي باش تدخل سيونس ماكش باش تبع فيها تولي ما تدخلش خير اربح اعمل حاجه اخرى ادخل وتبع وعنا زاد في الليسات عنا لي تي بي كو سوا في البروميير اني ولا في الدوزيام اني وهما يعاونوا لي تي بي معناها ساعات لي بروف نتاع تي بي يعطونا تي بي قبل بجمعه الجمعه الجايه معناها نكونوا لازمنا خادمينها دونك انت تخدم التي بي ديجا في مخك برشا حاجات وقت خدمت التي بي ديجا تذكرت برشا حاجات وكل دونك اوكي تدخل لازم تقرا وتتبع مع لي تي بي بالكدا اوكي باهي هذايا نتاع التيب نتاع بريبا الاخرى للانجينيرينغ معناتها فترة بريبا عندك شي تقول لنا حاجة ثلاثة حاجات باهيين ثلاثة حاجات خايبين عطاك ما عندهمش ماهوش لازم يكونوا عندهم علاقة بالقراية نجم تكون أي حاجة بلاصتها أي حاجة ثلاثة حاجات باهيين وثلاثة حاجات خايبين خلينا نبدا بالحاجات الباهيين بالطبيعة الحاجات الباهيين في البريبا انتجري انك العامين نتاع لي بريبا بالحق عامين ربح كو سوسوا كوتي قرايه معناها دي ماتيير وكل قلت لك معناها في الدوزيام اني بريبا نعرف برشا حاجات على انفورماتيك وكل والا كوتي وقت من البروميير اني بريبا نحضر دي زيفينمون في الدوزيام اني بريبا ديجا مومبر في برشا دي كلوب واكتيف وبالحق معناها تعلمت برشا سوفت سكيلز هذه بوان فور للبريبا انتيغري ك ان جينيرال قرايه معناها بالنسبة للسات مثلا بلاصتها وكل بحقيقة فما بوان فور انه الفوايي لاصق الفاك معناها ما تخافش امور تاع الاولاد وتاع البنات زوج لاصقين لا تاع البنات نحكي تاع الاولاد بعيد شوية بون مش بعيد برشا معناها نتذكر الاولاد ينجموا يروحوا مأخر من الفاك وكل اوكي سينو هذه باهي القرب وحاجة أخرى باهية بون لونتوغ العباد اللي في الليسات والله عباد ياسر محلاهم معرفش اللي عرفتهم أني أكا هوا إلا لا أما حتى اللي نشوفهم أكبر مني معناها ولا أصغر مني ياسر عباد تحب تبدل معناها تحب تقدم بالرغم حكيت لك مشاكل في الإدارة وكل شيء أما ديما تلقاها عباد تحب تقدم تحب تبدل حاجة في الفاك تحب تبدل تمشي بك القدام معناها خاطر فما ديفيكولتي يرضاو بالوضع معناها كهو ما فماش اكها في ديسا ديما تلقاهم العباد يتعبتوا معناها ماذا بينا نزيد ونطلع ماذا بينا حاجه ما خي اوكي شنو الحاجات الخايبين؟ باهي حاجات خايبين باهي فما بوان خايبه بالنسبه تخص الجماعه اك 20% اللي ما تعداوش سيكل دانجينيور كي تلك عليهم بكري هما باش يلقوا رواحهم ديريكتومون 3ème اني ليسونس 3ème اني ليسونس معناها ستاج بي اف او كل شيء وهما في ال 2 ans de prépa لعملوا ستاج لا يعرفوش معناها بي اف او لا يعرفوا دي بريزونتاسيون يلقوا رواحهم قدام الامر الواقع معناها بي اف او بعد 2 ans prépa يلقوا رواحهم بي اف او ميم لي ستاج اللي ما يقبلوهمش برشا الحقيقه شفت صحابي اللي ما تعادوش سيكل دانجينيور سي با فاسيل بارابور جماعه اللي برو 2 ans دو ليسونس عاملين ستاجات على رواحهم وجاوبهم به علاش باش نقبلك انت عامل 2 ans prépa تقرا لي انا تقرا في كل شيء تيوريك بارابور ان اوتر اللي قاري 2 ans دو ليسونس وعامل ستاجات وكل دي الحقيقه بوان خايب على الاخر دور كمان ما خموش فيها نحسهم ولا كيف اي سيتو من عرش يزيدوكم حاجة تعملوا فيها استاجيت في العامين يزيدوكم ولا حاجة لا اي هي بوسيبل انك فما الفازة متاع الشواء متاع انك تعمل استاج ماهوش اوبليغاتوار في لوزون بريبا اما الماجوريتي متاع العبيد ما يعملوش استاج على الاقل يشجعوا معناتها توا نشجعوا العبيد حاول حتى في الصيف اعمل شي استاج ولا زوز في العامين هذوكم just in case
اصلا ده في الحالات الكل مش ينفعك راهو يا جماعه، قد ما تعملوا استاجيت قد ما خير لكم، راهو يقوي لكم السي في على الاخر. دونك كنت نجم تعمل حتى شهير في الصيف اعمل انت نو مر وقت حتى كنت بريبا، نعرف سي با فاسيل مي خير من بلاش لا الحق. في الصيف، في الصيف عادي كو سوسوا بريبا ولا غير بريبا، بطبيعتك في الصيف ماكش تعمل في حد شيء، ولا ماكش في الصيف بتحضر الكونكور ولا حاجة، دونك بالعكس نشجع. انا كنا حتى توا معناها هاني تعديت سيك الانجينيور، نقول كان عم ناول في دوزيام بريبا عملت ستاج خير، خاطر سي با فاسيل حتى بروميير اني انجينيور وماهوش ايفيدون برشا باش تلقى ستاج، يمكن سيتياسيون توا ديما نقول سيتياسيون اثرت لي سوسيتي ناقص سبيسيالة لنا ستاجير وكل، اما علاش لا كان فما اوبورتونيتي نشجع العباد الكل انها تعمل دي ستاج زايدين. وي فما حاجة خايبة أخرى ولا سافا؟ باهي فما هي البلاصة، البلاصة متاع الإسات معروفة هي في سوسة طفيلة، ما عندهاش ريبيتاسيون باهية برشا معناها كل أمور حومة شعبية وكل. أما ريتك اللي احنا جايين من برا معناها في طرف الحومة، مانيش في وسط الحومة باش كان فما مشاكل ولا عارف وكل. وحاجة أخرى لاحظتها إنهم هم ولاد الحومة وكل ما يعرفوهم ايتوديونات على رواحهم، انا ما يصيروش مشاكل الايتوديون، كنا مشاكل بيناتهم الحومه وكذا. حقيقه انا عمرها ما قلقتني البوان هذي، اما الماجوريتي نتاع العباد يحكوا عليها ما شفتش حتى مره حاجه تقلقني في البلاصه نتاع عزيزه، بالعكس قريبه ما حط الواجهات على الاخر في الدوره، معناها ما حط الواجهات كل سوا انت جاي من اي بلاصه ايتوديون يخمم فيها، معناها من اي ولايه جاي تهبط في محطه واجهات تلقى روحك بحذا الفوايه وبحذا الايتات، معناها بوان بوان فور سينو حتى بوان، هذه هي البوان فابل نساء. اوكي ثانك يو. باه حكينا شوية على البوزيتيف والنيجاتيف. فما شكون سألك تنجمش تحكي لهم على اللايبراري غادي كيف في البيبليوتيك محفونة مش محفونة؟ بون بيبليوتيك، بيبليوتيك عادية فيها بيبليوتيك معناها ماهيش حاجة واو، أما بيبليوتيك الحقيقة نحبها أنا البيبليوتيك متاع الإسات، خاطر ياسر نبقوا فيها ونقروا مع بعضنا وكل، تحفونة كبيرة وكل أما مش حاجة واو، سينو أمور كتب وكل زادا فما بيبليوتيك كبيرة متاع الحاجات اللي دوك العباد اللي تحب ديما دي غوسوغس معناها. حقيقة ما نمشي لهش على خاطر أنا أكثر يوتيوب وغوشيرش على الإنترنت الأول، عمري ما مشيت للمكتب وجهزت كتاب، أما برشا عباد يمشوا كل شيء. ميساج على الأقل نعرفوا اللي فما. المهم اي فما مكتبة ومتاع ريفيزيون بيا، وتبقى للتسعة نبقى نقرأ للتسعة معناها في الليل. محلولة كمان اي فما دو تو. باهي يا جماعة ما تخافوش تنجي لي كيستيون بتاعكم شوية آخر، جست نحبوا نكملوا نجيبوا على الجنرال. باهي حكينا على البوزيتيف والنيجاتيف في الفاك، وهو كان ذكرت أي حاجة قولي حتى كان على الأسئلة قدامنا خاطر ممكن كان نسينا أو حاجة. تو نحكيو لي زوبورتينيتي من بعد ما واحد كمل معناتها اون فوا كملت، ونحكيو على لي زوبورتينيتي على أمور قراية من بعد ونخلطو للكارير. دونك شنو تنجم تعمل مع حكايتك الماستير دكتوراه خروج لبرا ممكن سمعت شي بحاجات؟ قول لنا كان تعرف هكا شنية واحد النجم يعمل بعد ما يكمل السيكل الكل. الحقيقة باش نحكي لكم بمعلوماتي المتواضعة خاطر أيه. ياسر ما زلت قربتش وما نعرفش ياسر اون ديتا، سينو الماجوريتي نتاع العباد اللي نعرفهم لو فات انهم يتخرجوا سوا باش يمشوا يخدموا معناها كسوفتوير انجينير راهم باهي ديجا مطلوبة وكل شيء، خدمة بلوز موا مضمونة كانك انت عامل بروفيل باهي وكل شيء، سينو فما الشوا نتاع انك تمشي تعمل الدكتوراه نتاعك، برشا زادا يمشوا في الدكتوراه. فما بلايص بلدان انهم يطلبوا لازمك تعمل ام 2 قبل ما تعمل الدكتوراه، سينو فما دي اوبورتونيتي نتاع دكتوراه ديريكت. شنو اخر فما سواء انك تخدم سواء تكمل الدكتوراه نتاعك جوست مادامني متذكره كيف فما دي اوبورتونيتي نتاع لي ماجور وكل شيء انهم الفاك تعطيهم نتاع بورس معناها نتاع ستاج بي اف او لبرا وكل، لو فات انك دبرت بورس وعملت ستاج بي اف او لبرا عندك شانس كبير انك سوا باش تخدم من تدبر برا. دكتوراه والا باش تخدم والا ديجا تحلك باب جديد قدامك. وي باش نقول لكم فرد المرة خاطر عملت ديجا لايف
مع عباد اخرين، مع من اللي نسات ومن اللي زيكول دانجينيور اخرين. راهو كان تحب تمشي من بعد الكندا، الكندا تنجمش تمشي ديريكت دكتوراه، لازم تعمل ماتريز، حاجه اسمها ماتريز لهنا اللي هي الماستر بيسكلي، مش ام 1 ام 2 هذاك السيستم فرونسي. دونك ديريكت تجي لهنا تولي تعمل ماستر، فما دي بروغرام مختلفين تنجم تلقى بهم دي ماستر لهنا. وفما زاده شكون البارح جات معنا ايمان باللايسيك، عملت ال بروجرام معاهم، طلعت في كندا وعملت ستاج في كندا وبعد دبرت خدمة لهنا. سو فما دي زوبورتينيتي يا جماعة، جوست ديما لوجو وشوفوا. دونك توا الكارير نحكيو شوية. انت بون حكيت لنا قلت سوفت وير انجينيرز اكثريتهم سافا يلقاو، دونك احكي لنا كارير شنو اسمها تعلم بعد ما واحد يتخرج. بون هما جماعة اللي باش يتخرجوا كيما ما قلنا لي سبيسياليتي اللي تاو موجودين في ليسات سوا جيني لوجيسيال اللي هما أكثر ديريجي معنا ديفلوبمون وكل شيء، دونك هذوكم عندهم برشا دي شانس في لي فوا دو ديفلوبمون في فما برشا دي ستارت اب وكل شيء. ديجا هذايا مثلا بوان فور في لونتوراج نتاع ليسات سوسة، فيها برشا دي سوسيتي ودي ستارت اب نتاع انفورماتيك. انا باش تحس روحك حتى امور ستاجيت وكل شيء فما معناها في سوسة، كان ممكن مش في سوسة في المستير معناها بارابول برشا بلايص ما فيهمش دي ستارت اب نتاع انفورماتيك. وما احلاها ستارت اب ديجا ساعات تمشي تحسها مش بعاد عليك، عباد معناها تخرجت من ليسات ان 2018 ان 2017 ديجا يخدموا في دي ستارت اب وكل تنجم تمشي لهم وكل شيء. هذو مجمع اللي تخرج عن جيني لوجيسيال. بالنسبة لجمع انفورماتيك اندستريال باش يكون ديريجي اكثر توسكي الكترونيك وكل، دونك خدمتهم الاكثرية في الاندوس في لي اندستري معناها وكل شيء. وحاجة اخرى ديما نسمعها انه حتى الجمع اللي يقروا يتخرجوا اون اندوس حتى كان ما لقوش خدمه معناها في لي اندستري وكل امور ديفلوبمون معناها اللي قرا اللي يخدموه جماعه الجيني لوجيسيال ينجموا يخدموه جماعه الاندوس معناها كتوسكي ديفلوبمون كل شيء يقراو هما نفس الحاجه، حاجه قريبه لبعضها هذاك عليها. ريت هو يقراو اللي في القرايه دوب دو نيسيون. نحكي شويه على انك انت كسوفت وير انجينير بالحق لازمك تبني بروفيلك وحده، لازمك تعمل الحاجات اللي نقرو فيهم في الفات. صحيح دو نيسيون مهمين وصحيح هذاك الاصل نتاع الانفورماتيك، اما الحاجات الجديده ولي لونغاج دو بروغراماسيون والفريم ورك الموجودين واللي مطلوبين معناها في الخدمه وكل راه باش تعلمهم وحدك، عمرك ما هم باش يقراوه لك باش يقراوهم لك الفاك. تام بورتفوليو باش تعمل بالحق عليك. ديجا يجوني ساعات عباد يسألوني وكل اسكو الفاك، نقول لهم الفاك ديبلوم سي تري امبورطون معناها باش ناخذ الدبلوم نتاعي ان طون كانجينيور، اما راهو برشا حاجات اخرى ابار اللي باش نقراه في الفاك. كنا الناس الكل نعملوا على الفاك باش نخرج وتيت معناها شكون شي ريكروتور شكون شي خدم كي يجوبها 10 واحدين. انت اش عملت وحدك تاع كو سوا دي كور فما تاوا كورسيرا يوديمي وداسيت معناها لا واش اخدم اش فما حاجه سبيسيال تعملها معناها. صدقني حتى فما يوتيوب for free and you can learn. أنا تجاوب أحلى جاوب بالحق أي حاجة ساعات حاجة تحقرها وهي like جوال ساعات شنو؟ ساعات نحكي لك ما نعرفش نذكر في الدوزيام بريبا شويه عندي شويه وقت تعلمت شويه فوتوشوب على شويه الستريتر على شويه فيديو ميكينج محلاها معناها توا سي تري امبورطون. برشا واحدين يقول لك تخدم فوتوشوب معناها انا حقرتها كي تعلمتها، اما توا سي تري امبورطون لي بيتي ديتاي هذوك اللي تتعلمهم معناها. شوفوا هذه حاجه مهمه في العالم كله مش كان تونس بالرسمي، حتى لهنا كي باش تتخرج من الفاك ماهوش باش يفورميك في كل شيء كل شيء، وراهي الخدمه اللي قريته كل خذيت منه شويه كيف هكا خذيت منه والباقي كله لازم تعمل وحدك تقرا حاول تقرا وحدك وانت قاعد تخدم. سو فريمون كيما قالت حاولوا ابنيوا البورتفوليو بتاعكم وحدكم. باهي
نورمال حكينا اون جينيرال على كل شيء دونك نعملوا طلع على لي كيستيون نتاعكم ما حاجه اخرى اخرى جوست فكرتها parmi les avantages نتاع البريبا انتغري وكل في الليسات الوقت اللي عندك باش تبني البورتفوليو نتاعك كان انت معناها ريتمك قوي وما عندكش وقت باش تلقى وقت تعمل الزيت باغ كونتر في الليسات ا بارتير من دوزيام بريبا برشا وقت معناها عندك بلان طون باش تعمل برشا حاجات اخرين تتعلمهم ابار دونك بوان فور كونسيديري على الاخر مش تبقى تستنى في الصيف باش تتعلم كل حاجه زايده نجم تخصص ساعه كل يوم انك تتعلم حاجه لونغاج دو بروغراماسيون ولا اي حكايه ابار اللي تقرا فيه في الفرق. وفما عباد ما شاء الله عليهم بالحق زيلو بروميير اني انجينيور دوزيام اني بريبا تلقاهم يخدموا في بارت تايم جوب وجوهم باهي معناها بنين البروفيل معناها متخممش هذا انسان من دوزيام اني ولا من بروميير اني يخدم متخممش انه بعد ذلك باش يلقى خدمه الا لا معناها جو بالله مادامك تحكي على فاست بارت تايم جوب خاطر ام كيوريوس خاطر فما شكون على الانستغرام ديجا سالني معناتها فما توا ولات فما شويه كولتور موجوده انك تخدم تو اي موجوده نوسيون سينو موجوده نوسيون اما نحكي في دومين الانفورماتيك نحكي على الانفورماتيك توا اي خاطر بارت تايم جوب نتاع تخدم في قهوه ولا في ريستورون ولا حاجه مازلنا بعاد شويه في تونس على الشيء هذاك اما نتاع الانفورماتيك كيفاش نخدموا مثلا ما عادش ديفلوبور مثلا انت تخدم رياكت بالكدا ولا انجولار بالكدا فما سوسيتي تحب على شكون باش ما متخدمش معناها شكون يكون انجينيور ولا حاجه دونك اكثر فلوس وكل تولي تشوف دي ستوديون عندهم دي بروفيل كوا وتخدمهم دي ديفلوبور معاهم اوكي والا ديزاين ديزاينر والا فيديو ميكر حاجات هذوما سكيلز اللي نحكي عليهم اللي انت ساعات تحقرهم ينجموا يدبروا لك بارت تايم جوب وتنطر مصروفك معنا حاجه زايده كاستوديون ما عرفش شكون يحقرهم خاطر اما خاطر في العالم هذا ما لازمكش تحصل شيء زايده ب نبداو بلا تسمع في جاي حس ما دار ولا سافا لا مش باش اوكي بارفي جست باش نعرف دونك انت احمد قال لك شنو هما لي ماتيغ اللي تقرا في اول عام قلنا احنا شنو الماتيغ اللي تقرا في اول عام بون ما حكيت اناليز الجبر الجوريثميك كلك ماتيغ في الفيزيك ما عرفتش كنت حاب نرجع لهم بالديتاي باش نجاوبو سينو راه في السيت نتاع الاسات كي تدخل فما بلان ديتود فما اون ديتاي كل شيء معناها ادخل للسيت نتاع الاسات ادخل للسيت نتاع الاسات تكتب اسات ويخرج لك البلان ديتود نتاعها كل شيء والله سي با تري كومان سو ذاتس جود دونك قول لي فما كيستيون تحفونا هذيا اسكو بعد ما تكمل ليسات في ليسات العامين والانين تنجم بعد تبدل فاكولتي دانجينيري اخرى لا بالمعنى جست بالدوزون ما تنجمش كنت قاري بخيبا انتكري ما تنجم سينو عارش الحقيقة ما شوف شكون يعملها تنجم تعدي الكونكور ناسيونال معنى انت قاري دوزون بخيبا تحب تعدي الكونكور ناسيونال اللي عدوه جماعة البريبا العادية معناها تخدم على روحك شوية أباغ وتعطي روحك شانس انك تدخل إيكول أكبر معناها ولا حاجة تعدي الكونكور ناسيونال شيء مش حاجة سهلة الحقيقة عبيد تقرأ إيجيديت وتقرأ كل شيء وباش تخلط معناها تنجح في الكونكور ناسيونال سينو فما أوبورتينيتي أخرى تجي في ليسات هو كونكور فرنسي اسمه لجئات حاسيلو يهزك أكسير دي زيكول فرانسيس أنا يتعدى في النساء في الأفريق الكل يتعدى في النساء دونك أوبورتونيتي حتى هيكيكا معناها كان إنسان ما يحبش يكمل فريمون عدى العامين هذوك ما يحب يبدل حاجة أخرى فما لي شوا هذوما به أما خير جيني لوجيسيال ولا انفو اندستريال جيني اندستريال بون هو فمش خير وما خير فما عباد ياسر تحسها اندستريال وتحب الالكترونيك وتحب حاجه ملموسه معناها وتبرمج وكل شيء دونك هذوكم اوتوماتيكمون باش يلقوا روحهم في الانفورماتيك اندستريال باغ كونتخ فما عباد شكون عطيني البيسي نتاعي وبركش على البيسي وكل شيء سوفت
دونك هذيك باش تلقى روحها في الجيني لوجيسيال. بون في الليسات الاكثريه الماجوريتي نتاع العباد تحب الجيني لوجيسيال، سينو حتى الاندوس كي تبدا تحب واش تعطيه اوبورتونيتي باهيه. وي وراو زوز فيها مخدم يا جماعه معناتها ما تخافوش. حكينا على البيئة السوسياتي مريم دغيا ان شاء الله اللايف زادو ما يعاونوكم الماكسيموم. انت كنت في الفوايي؟ اي اي لازم تحكي لهم شويه على الفوايي. فوايي بالله فوايي في تونس. بون فوايي قلنا حاجة باهية اللي هو قريب للفاك، دونك بالحق أنا حتى كي نخدم الفوايي وكل ساعات وصلت عام بروميير أني فما بيريود نعدي جوي باهي في الفاك، عندي صحابي عندي بيبيوتيك نجم نبقى فيها وكل، نعدي نهار كامل في الفاك نجم نروح جوست باش نرقد فيه الفوايي باش نرتاح، معناها يعني ما تنجمش تعدل عليه برشا، سينو هو ماهوش خايب، معناها اون كومبارون برشا دي فوايي، فما برشا دي فوايي في تونس أخيب منه، فما حاجة أحسن منه، أما سافا باهي الحقيقة، يتسكن فيه سكنة باهية. بلي سؤال هذايا خاطر أنا نعرف التي بي إس عندك الحق العميل ولا لا، معناتها إسكو فما ليميت تقعدش من عام تقعد تسكن فيها؟ أي هي هذيك سيستم كامل ماهيش مربوط بالفاك، مربوط بك ديوان الوسط وديوان الجنوب وكل، هذوكم ناس فما معناها سوسة مثلا تابع ديوان الوسط هما اللي تبعث لهم مطلب نتاع فوايي وكل شيء ويجاوب يعطوك ولا لا، هو اون جينيرال العامين الاولانيين مضمونين انك تدخل فوايي، العام الثالث انت والبعض مثلا انا من جابس نقرا في سوسه كمان بعيده فما شانس كبير انهم يعطوني فوايي، فما عبيد مثلا نقولوا من المستير ويقرا في سوسه شانس قليله انه يعطيهم العام الثالث فوايي، دونك تدخل فيها برشا دي فاكتور لوجيك يعطيو بريوريتي للعباد اللي ابعد اي العباد اللي بعيده. انفو جيستيون ما نصورش في الليسات فما انفو جيستيون؟ لا ما فماش انفو اوتوماتيك ابليكالي جيستيون في الليسات. باغ كونتخ فما مثلا توا في سيكل دانجينيور ما فما كجماعه نتاع الكونكور سبيسيفيك اللي قراو ليسونس يخلطوا علينا في الليسات، فما برشا اللي قاعدين انفورماتيك ابليكيال جيستيون يخلطوا معنا سيكول في الجات كلو دي ماجور وكل يخلطوا. اوكي مع انفورماسيون تحفونا هذا قال لك بلي البريبا انتغري ام بي اي اللي حل في ال اف اس تي ان 2019 سكور 170 تنصحوني به ولا لا؟ ما نعرفش الحقيقة البريبا هذيك عملناه هما حلوا جدد دي بريبا هكا في الليزام برشا حاسيلو في مستير وفي جيبس وفي سفاقس وكل هما دي بريبا انتقال الحقيقة ما زال ما فهمش عليهم برشا معلومات على خاطرهم جدد معناها فما بروميسيون برشا قراء، أما الحاجة اللي نتفكرها إنه فما بروبليم صار في كعمادة المهندسين ولا شنو قالوا معناها كيفاش هاللي بريبا ما زال ماهيش مريقلة الحكاية برشا دونك فيها شوية. دونك اللي يحب يمشي توا ولا سينو نستناو نمشيو حاجة أخرى وحتى اللي تولي معروفة الدراسة. أنت تحبها الليسات تنصح العباد بالليسات؟ يعني أنا من أكثر العباد اللي يحبوا الليسات، أصحابي يبدو يضحكوا عليا ديجا كي نشوف تكون عامل كومنتير خايب ولا حاجة كي علاش يحكي هيك على الليسات. دونك تنصحي بهذه سادة جوها هي رايها تقول لكم ننصحكم به بون والله والله ساعات يحكوا معايا عبيد هكا كل شيء واضح معناها وانت الشوا نتاعك ما تنجمش تنصح عبد تقول له امشي الحاجه هذيك على خاطر الاكسبيريونس نتاع كل عبد راهي باش تكون ديفيرونت على العبد الاخر، هنا المعلومات الكل قدامك نتاع كل شيء بعد ذلك قرر وتو اسيوم الشوا اللي اخترته معناها وديما سي با لا فان دو موند تو اسيوم صعيبه شوي سي با لا فان دو موند ديما فما ريو فما برشا حاجات نجم تعملها معناها حتى كي قريت عام وما عجبتكش سي با لا فان دو موند. اوكي يعطيكم الصحة الكاسك ماهوش جديدة ما الاخر تاعها تحشر جماعة جيمر جيمر
بنجد بوغ 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 واي معناتها لهالدرجة اكسايتد نفهم راه شوية لغة تاع جيمنج تخيلونيش لهالدرجة باهي تبيس فيها انفو وي ضيعتوني يهديكم ربي ما لقيتش الاسئله باهي مساج تزيد تحكينا على كونكور نتاع فرنسا اللي ذكرتها من بكري على فاستك اللي يخرجوا بعد العامين عرفت كنت تعرف بلوس دو ديتاي و ثانك يو ان ميرسي اوف كورس قالوا لي ميرسي برد وقت في الميساج دونك مع بعضها جاوبت برد وقت باهي زيد احكينا شويه على opportunité et les femmes à des profs maintenant à l'ISSAT et j'ai on est prof au l'ISSAT mais des bien mais j'ai beau à l'ISSAT au col donc concours c'est bien les trades de fi maths ou info français ou anglais c'est dans ma fiche barche avec ou en QCM maintenant un concours QCM trades accès des écoles moyennes en France selon le سلون سكور اللي جبتو كل شيء سينو راه ماهوش جوست معناها الجماعات اللي ما ينجمو كان جماعات ليسات يعادو يتعدى في الليسات صحيح جماعات ليسات ينجمو يعادو اما حتى عابد في ايكول اخرى ولا سمع بيه ولا حاجه يعدي نورمال جوست يعمل انسكريبسيون هي فما بيريود تهبط فيها معناها انسكريبسيون كل شيء يعدو الكونكور نتاعهم فيه اورال واكري زاده اون جينيرال نشوف باهي بربي عندك فكره على ليسونس ان انفورماتيك في الليسات اسكو ساهل نمجور فيها وفما مستقبل فيها او نو الحقيقه اللي نعرفه على ليسونس انفورماتيك انها باهيه معناها النيفو نتاعها قوي كمان معناها ديجا حتى في بالي سكور نتاعها في الباك سكور قوي معناها دونك الفورماسيون تحفونا بالكدا نشوف معناها عباد في الليسونس وما شاء الله عليهم كوتي techniquement parlant معناها وسلون مجوير حقيقة ما عنديش فكرة ما عرفش بالضبط ولا اسكو ساهل معناها ساهل كل حاجة ما عرفش فماش حاجة ساهلة اقرأ على رواحكم ولا ساعات جو يحكم معايا سيرتو بيريو دي فيا ما عرفش برشا عبد يلقوني يبعثوا لي ميساج يسألوا سهلة القراية نجم نقراها كمان معناها راكم كنت قبلت في الليسات معناها سكورك وصلك راك ما شاء الله عليك جايب 15 ولا 16 باك تكنيك ميم 17 معناها في الباك معناها عندك ان تيل نيفو اللي باش يخليك باش تقرا مش باش يجيبوا لك نجحت في الباك ب 17 معناها عندك ما تقول في روحك باش تخدم معناها علاش تلوج على حاجه سهله والقرايه صعيبه ويحكوا لي القرايه صعيبه ومش نورمال وكل راه ما فهمش حاجه صعيبه معناها وما شاء الله عليكم جايبين دي 15 ودي 16 ودي 17 راكم عندكم نيفو ما شاء الله معناها علاش باش تخاف من القرايه صعيبه وي سي فري باهي زيدو مازالنا 10 مينوت يا جماعه دونك باش نحكيو على لي اس بي ام اي دون نو ما نذكرش شكون جاني عنده يقرا في لي اس بي ام دونك ال سي I hope I can find someone. I will try. Est-ce que le prépa intégré à l'FST, neuf ce système au lycée, can handic fikra? You don't know. Sorry, guys. خاطر توجدت الحكايه كان جات معناها من 2018 موجوده باز راه ما عندي صحابي فيها وراني نعرف وراني كومينيك اما هي توجدت ابارتير من 2020 الباك 2020 معناها بعيده شويه ما عنديش no idea sorry it's okay sorry guys الام بي اي اللي حل نفس السؤال يضرلي الام بي اي اللي حل هم والله الحقيقه عندهم الحق معناها حيرين موجوده البريبا انتغري وفما شواء اما مش عارفين معناها الاخرين كيفاش قال لك اللي نحكي عليه راه مش من 2020 حال في 2019 وسكورو اقل من الانسات ب 5 بوان اما بون يقعد جديد راه حتى 2019 جديد يا جماعه وفي ما عنديش فكره شي كانت
she cannot follow up with you guys. Sorry. Okay. حاولوا إن شاء الله تنحاولوا نقاو شكون تعديها. سينو نتصور فيما تتقاو دي جروب ولا حاجة على فيسبوك. I don't know. أي فما. به. إذا عزيز تفرش في الماتش. كنت تسمع عزيز يقول وليه. راه خاطر تفرش في الماتش. مش غلطي. فما حاجة أخرى ما قرأت فكرتها في ال في ال في الليسانس ريت تجمع لي ما تعدوش عليكم سيكل دانجينيور ريت كي مشي يقدموا الستاج مش يقدموا الماستير البرا ولا حاجة فما بروبليم تصير لهم على خاطر هم حاصلوا فما دي كريدي وكل شيء لازمهم يكونوا هزينهم ولا حاجة بسيستم الليسانس باش ينجموا يتقبلوا في ماستر البارا ولا حاجة باغ كونتخ هم قارين بريبا لا عندهم لا كريدي لا حتى شيء معناها فما بروبليم تصير لهم نعرف شكون سنة معناها حب يقدم الماستر البارا بالنسبة لعام جاي وهو ما نجحش معناها ما تعادش سيكل انجينيور من البريبا دونك صارت له بروبليم كبيره مش عارفه الحقيقه كيفاش حالها ولا اذا تحلت ولا لا اما حطوها في مخاخكم مهمه حطوها في مخاخكم اوكي والله الفازه اي تحسهم تعدى ليسانس جست باش تخرج اما عندهم برشا مشاكل معناها او المشكله نتاع ثاني مشكله نتاع ما عندهمش دي كريدي وكل ما ينجموش يقدموا اوكي باهي يا جماعه جاوبناكم على اسئلتكم الكل بالحق هذه حاولت تحكيكم كل شيء على الليسات وهي حبيبتها الليسات كان عندكم اكثر اسئله حطوهم في الكومنتير وتنحاول نوصلهم لهذه وقت ما نجم اما لازم حاجه عندها علاقه بالليسات يا جماعه للماكسيموم بليز أكا هو أنا كمان نصور ذلك أول لا يجب في الوقت كونسايس بوكتويل على الله بوب هاو فما شكون جي جاوبه معكم باش نعطيك المعلومة فرد وقت قالهم بخمير انتر ليسات والفستي برسك ميم بروغرام أما الدوزيام في الفستي تختار سبيسياليتي مات انفو ولا فيزيك انفو مش كليسات برسك الكل انفو عندك دو شوا ميرسي عزيز يعطيك الصحة كهو يا جماعة ملا خلي سؤال مهم الريستو بيلي ولا الريستو سؤال مهم نسيته والله عطينا يعطيك الصحة علي سبع يتاكل فيه معنا في الأول باش تقول شنو قالهم بعد لك باش تظهر لك بنينة معنا يا جماعة اللي بالنسبة لي الريستو مهم مش ولا تبيس من الأخ الله غالب معروفة تبيس على الريستو بتاعها بالرسمي ماكلتهم بنينة قصت عليك شوية كونكسيون اش قلت اها ليه هدير الكونكسيون اوكي الكونيكسيون قاست يا جماعة بالزهر هيك قاست وقت اللي هي كملت سي بون تسمع فيا توا تسمع فيا سي بون هاي نكملوا الكونيكسيون ابارامون تحب تسلم توا الكونيكسيون تسمع فيا ولا بسيف بالزهر هيك الاخر الحمد لله في الاخر حسيتها مش تعملها فيا راني نقولوا لهم منا باي باي يعطيكم الصحة اللي جيتوا وإن شاء الله خليتوا المعلومة اللي حاجتكم بها الكل قبل ما تقص علينا الكونكسيون تزلعنا آدم قال لك الريستو أهم من الفاك دوك وي كان يتم بالنسبة لكم يعطيكم الصحة يا جماعة اللايف اللي بشيجيهم بعد بوم مخر عندكم نتصور ما اللي هب يجي stay tuned للايف اللي دونز هنا خنمشي أنا دولي بش نعمل تعسيدة قبل اللايف الجاي حكيت بارشة اليوم نهاركم باي باي and I'll see you later bye guys